يعني عايز اقول لحضراتكم بعض الاخبار اللي بتخص الفريق الاول بالنادي استعدادا لمباراه الترسانه المقبله في بطوله كاس مصر دور ال 16 تحديدا. والنهارده كان في الرابيد تيست قبل المران الصباحي، وطبعا طبقا للبروتوكول الطبي اللي من خلاله بيتم اخذ بعض الاجراءات الاحترازيه بخصوص فيروس كورونا، والنتيجه تطلع بكره باذن الله تعالى، وان شاء الله نتمنى السلامه للجميع. دي لقطات من الرابيد تيست النهارده والتحاليل اللي اتعملت للجهاز الفني والاداري واللاعبين. كابتن سيد عبد الحفيظ كان عنده جلسه مع مستر ريني فايلر للتحضير لمباراه الترسانه، يعني اذا الامور ماشيه بشكل طبيعي جدا جدا يعني ما بين مستر ريني فايلر والجهاز الاداري في النادي الاهلي والنادي ككل، لغايه برضو لما نشوف القرار النهائي هيكون ايه يوم الخميس. فالجلسه دي كانت عباره عن تحضيرات للمباراه المقبله الخاصه بفريق الترسانه، وهي مباراه بطوله، يعني مباراه مهمه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله بيسعى الفريق للفوز بها هذا الموسم. طيب خلينا كمان نتكلم عن وليد سليمان. امبارح كان الكابتن سيد عبد الحفيظ كان ليه تصريح قال ان وليد سليمان جاهز بنسبه 100% لمباراه الترسانه. النهارده الكلام اختلف شويه، وليد سليمان هيغيب عن مباراه الترسانه بسبب انه عمل اختبار طبي النهارده قبل المران الصبح، ما قدرش ان هو يشارك في المران لانه عنده كدمه في احدى ضلوعه، فبالتالي افضل بالنسبه له ان هو ياخد راحه عشان يكون جاهز لما بعد مباراه الترسانه باذن الله تعالى. كمان كان مع نهايه المران في تقسيمه قويه ما بين اللاعبين، والكل شارك فيها بشكل جيد، كل المتاحين يعني شاركوا بشكل جيد وقوي جدا وجاهزين تماما لمباراه الترسانه باذن الله تعالى. عايز اطمن الناس على احمد الشيخ وجونيور اجاييه، كان عندهم فحص طبي النهارده، الاثنين عندهم اجهاد، احمد الشيخ عنده اجهاد عام واجاييه عنده اجهاد عضلي، بكره هيبقى ليهم اختبار طبي ايضا، وبناء عليه هيتم تحديد مدى امكانيه انضمامهم لقائمه مباراه الترسانه. بكره طبعا الفريق هيخش معسكر خاص بهذه المباراة. كمان علي لطفي النهاردة عمل بعض التدريبات البدنية الخفيفة بعد عودته من الإصابة بفيروس كورونا كتمهيد لمشاركته في التدريبات الجماعية مع باقي حراس مرمى الفريق خلال الفترة اللي جاية.